عاد ما شاء الله انت تعرفون البعض عاد ما يحتاج نعرف البعض. انا طبعا متابعك، متابع خمسه مهتمين في التاريخ. حساني منهم. اي انت منهم. الله يعافيك. لان انا الخامس. المهم السؤال اول خامس يقول لك انا متخصص في يعني احب البحث في التاريخ. لاحظت شغله ان اكثر رواد التاريخ يسقط نفس ما تقول لمساته، فمرات يحور في القصه على اسقاطاته هو يبيها. صح. مرات تكون اسقاطات سياسيه، اسقاطات اجتماعيه. شلون نتفادى هذا الشيء؟ لان قريت وايد في كتب تلقى نفس الكاتب او الباحث في التاريخ هواه موجود. ايه. وهواه مشكله يغيرك في الميول والتفكير مال القصه نفسها. يعني مثلا لو نجي عند غزوه بدر، لو تشوفها خمس رواه يروونها كل واحد يرويها غير عن الثاني. صحيح. مختلف. وحتى شنو المرجع الرئيسي او الكتاب الرئيسي اللي ارجع اقرا فيه القصه وما القى فيه هو الكاتب؟ شوف يا حمد. انا بقول لك شيء واحد. كل شيء له مصدر، كل شيء حتى الخمسه اللي ذكروها فوقهم مصادر ثانيه. صحيح. وكل شيء فيه تسلسل عندك الرواه. ذكر فلان عن فلان عن فلان عن فلان. واحد من الرواه تلقاه له توجه في هواه، ويحط هذا يقدم هذا على ذاك ويمشي الثاني على هواه. في النهاية يعني أنت عندك دائرة التسلسل. إذا أنك اشتبهت في الأمر، فدائرة التسلسل في كتاب اسمه ميزان الاعتدال في نقد الرجال. ميزان الاعتدال. نعم. هذا حط أي اسم يروي عندك. حتى يعني ما أنصحك أنك تأخذ الكتاب كامل. أي باحث أو أي راوي تأخذه تحطه وتكتب في جوجل مثلا اسمه في جنبي، يطلع لك السي دي كامل حقه. هل هو من الثقة؟ هل هو فاهم في الشغلة ذي؟ أو أنه صاحب يعني عنده بلاوي قبل كانت وجالس يسوق لها فيها التاريخ وفي الروايات وعلى هالطريقة يعني. زين. هذا الشق الأول. الشق الثاني، اسف في شق ثاني. في شق ثاني الاول يذكران هذا هو راعي المشاكل. عاده اللي يكتب التاريخ هو الشخص المنتصر مو الخسران. هذا واحد. اثنين، اكثر اللي يكتبون التاريخ قراب من السلطه فيكتب ما يطلبه منه السلطه. يعني مثلا انا قريت في تاريخ الدوله الامويه اكثر دوله ظلمت، والدليل جداً. انه كتب تاريخ الدوله الامويه في الدوله العباسيه. صحيح. عرفت شلون؟ نعم. يعني مثلا قصه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. رضي الله عنه الملقب خامس. نعم. الخلفاء الراشدين. حتى جزء الغرصة هذا قالوا عنه 11 رواية فقط. انصدمنا بعد 500-600 سنة رووا عنه كتب وايد. هذه اللي جت من الأندلس، كتب الأندلس دولة بني أمية. خطأ أجدادهم كان في الشرق. خطأ أجدادهم إنهم ما كانوا يدونون تاريخ، يدونون أمجاد واضحة. أنت تمشي من كاشغر في الصين إلى تخوم فرنسا إلى فرنسا، كلها دولة واحدة يحكمها رجل واحد. صحيح. ممن هم؟ بني أمية. انتهى مجدهم في المشرق. صح. ظهروا أحفادهم في المغرب اللي هم الأندلس، إشبيليا البرتغال، لشبونة في البرتغال وإشبيليا في الأندلس، كانت دولة واحدة ويحكمونها بني أمية. هم اللي جددوا الدنيا دي. يا سلام. يعني التاريخ اللي أنت تحس أنه ناقصين وجاك من جهة ثانية جاء من المغرب، من المغرب العربي. يعني في معركة من المعارك كانت بين أهل المغرب وبين الأسبان. صحيح. على هاوية سقوط الأندلس. صحيح. كان الفداء من اللي أخذوه المسلمين من النصارى ما هو فلوس، كتب. إيه لليعقوب أو الدولة اليعقوبية. الفداء ما أبغى فلوس، أبغى كتب. وسلموه أكثر من 5000 كتاب، مراجع كلها في الكتب. بدال ما تحرقها، بدال يعني ترى انقذ، هو انقذ من تاريخ الاندلس شيء كثير. جميل جميل. فكره جميل الفداء. جميل جدا. الحوار شيق صراحه.